السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن المسيرة الخضراء الثانية. فعلا ما عشناه هذه الأيام عقب هذه الهزات الأرضية التي وقعت خلال هذا الأسبوع، والتي اهتزت لها أقدام ساكنة إقليم الحوز وأقاليم مغربية مجاورة، وأدت إلى تردي البنايات والبنيات التحتية الأساسية. كل هذا يبدو في الأول بأنه مشهد مرعب ومشهد مخيف، ولكن ما أعقبه من مبادرات قام بها أبناء هذا الوطن العزيز تذكرنا بالمسيرة الخضراء الثانية، كأن الأمر يتعلق فعلا بمسيرة خضراء ثانية. فالذي يترصد وينظر إلى الأجواء العامة في مغربنا العزيز، خصوصا في المناطق المنكوبة، تبدو له المشاهد على الطرق والمسالك في كل المدن المغربية. ماذا يرى؟ يرى قوافل تضامنية كبيرة، يرى شاحنات، ويرى سيارات، ويرى عدة مركبات محملة بالمساعدات للوصول إلى المناطق والقرى الجبلية التي دمرها هذا الزلزال. رأينا الحمد لله مبادرات عظيمة، بدءا بالمبادرة الملكية السامية، حينما قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالتبرع بالدم رغم الظروف الصحية، تبرع بدمه. وكانت الحملة للتبرع بالدم في المغرب كبيرة جدا، دائما يقتدون الشعوب، تقتدي بملوكها. فالحمد لله رأينا حملة كبيرة في مختلف المدن المغربية، حتى إن مراكز تبرع بالدم شعرت بالعجز عن استقبال كل هؤلاء المتبرعين، فلهم الشكر ولهم الثناء الكبير. وتبقى هذه المبادرة الملكية بتبرع بالدم التفاتة كريمة تحمل إشارات قوية إنسانية وسياسية دالة وكبيرة. ثم نرى المواطنين يذهبون إلى المستشفيات من أجل زيارة وتفقد الحالة الصحية للمصابين، عدد من الناس يخففون عنهم الآلام، وهم أيضا يقتدون بالزيارة الملكية التي تمت إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش. أمير المؤمنين يتفقد المرضى والمصابين ويعانقهم ويتحدث معهم بكامل الأبوة وكامل الحنان. كل هذا جعل كاميرات العالم في مختلف البلاد تنظر إلى هذه العلاقة الودية تربط ما بين ملك وشعب. ثم نرى مبادرات أخرى كبيرة جدا، وهي الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون مأوى وبدون عائلات. نرى الأمر الملكي بالدعوة إلى التكفل الفوري بهؤلاء الأطفال، وأمر بإحصائهم أولا، ثم العناية بهم، ثم منحهم صفة مكفولي الأمة، لأن جميع أبناء الشعب في الحقيقة أبوهم الأول هو ملك البلاد. فإذا غاب الأب الأصلي فالذي يتكفل بهم ويعتني بهم هو ملك البلاد. فمنحهم صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه صفة مكفولي الأمة، وهذا أيضا فيه إشارة قوية للبعد الأبوي.
فالملك هو فضلا على أنه قائد للبلاد هو أيضا أب للأمة المغربية، أبوها وراعيها. ثم نرى كذلك دعوة صاحب الجلالة بتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا. فهذه هذا الحدث خلف نحو 50,000 مسكن انهار كليا أو جزئيا تقريبا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة. التقدير يفيد بأن هناك حوالي 50,000 مسكن انهار إما كلي وإما جزئي، وهذا يتطلب البرنامج استعجاليا لإعادة إيواء المتضررين. وصاحب الجلالة أعطى أوامره للبداية في هذه العملية لأنها تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في أقرب الأجال. وأعطى أوامره للجهات المعنية من مهندسين وشركات خاصة وغيرهم أنهم يحترمون الشروط الضرورية في البناء واحترام التقاليد والعادات وأيضا القوة لتحمل أي ضربة زلزالية أخرى لا قدر الله. كل هذه الأمور رأيناها تعطي انطباعات حسنة بأننا نسير على الخط الصحيح. كل هذه المساعدات وهذا التضامن يجسد التعاطف والتضامن المتجدر في قلوب المغاربة أجمعين. فالعالم ينظر إلينا والعالم يترصد كيف نصنع، وقد تبين لله الحمد بأننا شعب أصيل المعدن. نلاحظ أيضا أن الحكومة قامت بمبادرات حسنة جعلت الناس يرتاحون لها، من بينها مثلا القرار باقتطاعات في أجور الوزراء والموظفين السامين. فجميع الوزراء وجميع كتاب الدولة والموظفون السامون سوف يساهمون بأجرة شهر بكامله يعطى لهذا الصندوق الذي يدبر هذه الأزمة. وكذلك الموظفين في القطاعات العمومية والجماعات الترابية وأعوان الدولة وكل هؤلاء سوف يساهمون بأجرة يوم عمل واحد عن كل شهر، وهذه العملية سوف تمتد لثلاث أشهر. اقتطاعات الناس يعطونها وهم فرحين، هي مساهمة حقيقية. وهذه من بين التضامن لمواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. والحمد لله فضلا عن المبادرات الملكية والتدابير الحكومية، حملات التبرع وجمع المساعدات ما زالت تتواصل إلى هذه الساعة، ينخرط فيها الآلاف من المغاربة من داخل وخارج أرض المغرب. والجمعيات على المجتمع المدني كلهم تجندوا بكل إمكانياتهم من أجل إعانة السكان المتضررين هذا الزلزال، وهذه العمليات تمر في جو إنساني اجتماعي. أبانت هذه المبادرات على أن المجتمع المغربي مجتمع واحد والناس يساهمون عن طواعية واختيار وعن حب وعن إيمان ويقين. حتى إن بعض الفقهاء أفتوا بجواز إخراج الزكاة لضحايا الزلزال قبل موعدها. الزكاة لها موعد، يعني كل سنة بعد أن يمر الحول، لكن هناك فقهاء أطلقوا فتاوى مفادها أنه في ظل هذه الأزمة يجوز للإنسان أن يخرج زكاته قبل موعدها، لأن هؤلاء المتضررين هم أولى وحق الناس بها. وهذه الزكوات إما تكون مالا وإما موادا غذائية أو ضروريات مثل الأفرشة والأغطية والخيام وبعض الأدوية، كل هذا يجوز. الزكاة تخرج إما نقدا وإما عينا حسب إمكانيات الشخص، وهذا كله ينفع. وأفتوا هؤلاء العلماء بأنه يمكن الإنابة في صرف هذه الأموال، إما تنوب السلطات المعنية هي تقوم بهذا الأمر
أنه من خلال الصندوق المفتوح والحساب المفتوح أن الناس يضعون زكواتهم في هذا الصندوق أو هذا الحساب والسلطات المعنية تتصرف. وإما أن تكون هناك جمعيات خيرية مشهود لها بالصدق وبالنزاهة تعطى لهذه الجمعيات الخيرية، وإما لأشخاص فاعلين ينتقلون من مكان إلى مكان. كل هذا أفتى العلماء بأن هذا أمر جائز، لكن هناك فتاوى من طرف عدد من العلماء وهو التحذير من المتاجرين الذين يستغلون هذه الظرفية ويريدون أن يراكموا أرباحا في جو لا يليق. فهناك من بعض التجار يزيدون في الأسعار، هناك بعض المواد الأساسية كالأفرشة وكالخيام ازداد سعرها وتضاعف، وهذا لا يليق. هذا يدل على أن هذا التاجر يتاجر بالأزمة، وفي ذلك وعيد خطير من الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من التاجر الأمين أن يكون في خدمة إخوانه، وأنه إذا أراد أن يبيع فليبيع بأسعار معقولة ولا يحتكر، لأنه إذا احتكر فإنه مذنب. فعلى الجميع أن ينخرط، وعلى الجميع أن يبتعد عن استغلال هذه الظرفية لمصلحته الخاصة. ثم هناك الكثير من المبادرات كلها تعطينا مجموعة كبيرة من الانطباعات الحسنة، مع العلم أن بعض الفعاليات قالوا يعني وجهوا دعوات للمواطنين لوقف إرسال المواد الغذائية. لماذا؟ لأنها كثيرة جدا. الحمد لله ما رأيناه شاحنات كثيرة جدا، شاحنات تأتي بالعشرات، وكأننا في المسيرة الخضراء الثانية، جاءت من كل الجهات شاحنات محملة بأنواع ديال الأطعمة من دقيق وسكر وزيت وتمور ومواد غذائية كثيرة، حليب ومشتقاته. فهؤلاء الفعاليات يواكبون هذه العملية، أطلقوا دعوات بأنه نحن لسنا في حاجة الآن إلى المواد الغذائية لأنها كثيرة بوفرة، لكن ينبغي تعويض هذه المساهمات للخيام. هناك نحتاج إلى الخيام، نحتاج إلى الأفرشة، نحتاج إلى الأغطية. لماذا؟ لأن المنطقة هي أصلا باردة، وحلول فصل الشتاء على الأبواب، وهذه المنطقة كتعرف واحد البرد قارس، كتعرف ثلوج كثيرة، تساقطات مطرية كثيرة، وهذا يؤدي للبرد الشديد. وهذا الناس في انتظار أنه يبنى لهم خيام جديدة أو تبنى لهم منازل إن شاء الله في القريب العاجل، والدولة سوف تقدم الدعم اللازم كما جاء في القرار الملكي ربما هاد العشية. هذا كله يفرح بأن غادي يكون واحد دعم مالي كبير وكبير جدا لكل عائلة، لكن في الظرفية الراهنة هاد الناس محتاجين إلى الخيام وإلى الأفرشة وإلى الأغطية. ومن غير ذلك أيضا هناك مسألة أساسية وهو الدعم النفسي. الدعم النفسي لماذا؟ لأن هناك عدد كبير من النساء والرجال الكبار وخصوصا الأطفال. الأطفال تعرضوا لهزات نفسية كبيرة داخل المناطق المنكوبة، ولهذا يتم نقل دعوات بأننا نحمل هؤلاء الأطفال والمصابين والنساء، نخرجهم من المناطق المنكوبة. يعني يشاهدون أثار الدمار ويشاهدون هذه الحركية، يعني ينبغي أننا نخرجهم من هذه المناطق المنكوبة ونحملهم إلى أماكن أخرى توفر لهم الظروف المناسبة وتحترم طفولتهم وإنسانيتهم. ويحتاجون بالإضافة للأطباء اللي هم متواجدين بوفرة والممرضين، يحتاجون إلى أطباء نفسيين ليتجاوزوا الآثار الصعبة على هذه الصدمة الكبيرة. هناك يحتاجون، لأن هناك أمهات كنا حوامل ومنهن من وضعت حملها، كما قال ربنا عز وجل تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آثار نفسية
عاش هؤلاء الناس، خصوصا من فقدوا أهليهم وأولادهم وأحبابهم وأقاربهم وكل ممتلكاتهم، صدمة نفسية. نحن في حاجة إلى أطباء نفسيين، محتاجين أيضا إلى علماء أجلاء الذين يخففون المعاناة على هؤلاء الناس. ونذكرهم، نذكرهم بأن هذا الذي هذا المصاب إنما هو بلاء، الله تعالى يبتلي. هو سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بوضوح في كتابه العزيز حينما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العلماء يتحدثون على المنابر ويتحدثون في المجالس على أن هذه الأحداث هي بلاء من عند الله تعالى، ربنا يبتلي عباده. وطبعا المؤمن هو على قدر صبره واحتسابه ربك يعطيه الأجر والثواب العظيم، كما أشار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالإنسان يرضى بما قسم الله تعالى، وليعلم بأن الحياة الدنيا هي قصيرة جدا، وربنا يتنزه في ملكه، وكلما صبر الإنسان على عظم البلاء نال عظم الجزاء. ونعلم الناس كيف أننا نتعود من هذا البلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان نبيا وكان يتعود من البلاء، كما قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وما أكثر الأعداء للأسف في عصرنا هذا. فالإنسان يقول هكذا كما علمنا من نقول: تعود بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وإذا قدر الله تعالى وقد نزل البلاء لا نستطيع أن ندفعه، ندفعه أولا بالدعاء، كما قال النبي الكريم أننا نقول عند نزول البلاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. غير تشوف بأن البلاء قبل أن ينزل، قبل أن ينزل. الآن ربما هناك بعض الهزات الأرضية الخفيفة، الارتدادات والارتجاجات ديال الأرض، معلوم أن كل عملية ديال الزلزال القوي تعقبها بين الفينة والأخرى هزات خفيفة، يعني بحال مجرد ارتدادات خفيفة ضروري، ولكن الأرض تأخذ مكانها، تستقر، تبني بنيانها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما لها الآن؟ هذه الأرض هي تستقر، تعود بناء ذاتها من الداخل. فلكي لا نصاب بأي بلاء قبل نزول البلاء ماذا نقول؟ نقول هذا الذكر علمنا النبي الكريم أن نقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقولها 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الذكر إذا قلته 3 مرات لا تصيبك إن شاء الله تعالى أي فاجعة، لا في نفسك ولا في أهلك وأولادك ولا في مالك ولا في صحتك ولا في سمعتك، لا شيء يضرك، حتى سمعتك تبقى طاهرة لما تقول هذا الذكر عند الصباح والمساء، حينما تصبح وحينما تمسي 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالحمد لله على كل حال، يعني الكل مأجور، الذي أصابه بلاء وصبر واحتسب عنده الأجر وعنده الثواب الكبير. ومن توفي فهو في عداد الشهداء، وقد أعد الله للشهداء مقاما عليا، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ويبوؤون مقعد صدق عند ملك مقتدر. فالكل جائز رابح، الذي نجا هذا رابح، والذي توفي حتى هو رابح، والذي أصيب بشيء فصبر حتى هو رابح. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ربنا يختبر مقدار صبرنا واحتسابنا ورضانا. الحمد لله الذي ينظر إلى الوضع العام والمشهد العام، وجميع كاميرات العالم في
في جميع المؤسسات الإعلامية الكبرى تتابع الواقع بالمغرب. الحمد لله لحد الساعة ما وقع في بلادنا شيء مشرف، يعني نقولها وكأن الأمر فعلا يتعلق بمسيرة خضراء ثانية تعيدنا إلى الأمجاد، وتعيدنا إلى هذه الصورة الطيبة التي ترسم القوافل التضامنية في القرى الجبلية وفي الأماكن في كل مكان، والمساعدات التي توصل إليها الناس كل هذا يتم بطواعية واختيار. فنحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حل أهل النار. سنواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المفتوح، ويسعدنا أن نسمع صوتكم، نسمع ارتساماتكم، ونستمع لتعليقاتكم حول الجديد، حول هذه التفاعلات وحول هذه الأحداث. ونحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. خطوطنا مفتوحة في وجه الجميع كالعادة، هي 05-22-88-006 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. غنبقوا مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، نواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من إقليم مراكش. معنا للا سليمة. السلام عليكم سي حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سي حاج، وشحال فرحانة ملي اتصلت معك. مرحبا بنتي، الله يحفظك ويرعاك. الله يرحم الوالدة ويخلي لك الوليدات ويخلي لك مناط الدار. اللهم أمين للا، شكر الله لكم. أنا سي حاج سليمة من مراكش اللي كاينه شجره امل، قلتي عليا؟ اي قلت لك بنتي، اهلا وسهلا. انا اللي كندوز معاك عمل، وقلت لك راه عطتني العقربه. اي الله يحفظك ويشافيك مولانا. انا شي حاجه جاز نزال وحيت كيشكي كاين غير البنين القديم، ماشي شي حاجه اللي البيت خلاوه الوالدين، خلاوه جدودنا. لا لا سليمه، احكي لنا احكي لنا داك الشيء اللي وقع لكم داك النهار ديال الزلزال. نتوما عايشين في قلب مراكش، في قلب مراكش المدينه العتيقه المدينه القديمه. ايه حوز مراكش، ايه حوز مراكش، حوز مراكش عربيه مع داكشي غير التراب، وما كاينه لا سيما لا والو، غير التراب والغيس ودوك الخشيبات غير عويدات، ماشي شي خشب كبير. وعلاش علاش بنتي سليمة هذوك الناس كانوا كيبنيو غير بالخشب وبالطين وبالتراب؟ علاش واش الحد غير متوفر؟ طيبوا غير فاش يضربوا راه الطلحي تيبنيو عوج، تيبنيو كاع ما مقاد، تيبنيو متكياك ومتكياك. واش المهندسين ما كاينينش، الامكانيات ما كاينينش، ولا هما قاصدين يديروا هذه الطريقه التقليديه؟ الامكانيات ما كاينينش، هي كانوا غير ساكن عايشين على قد حالهم وصافي، والدراري كثار وما كاينه لا خدمه لا والو، كانت هي الفلاحه وداك الشيء، ما كاينين الامكانيات باش يبنيو، تيضربوا صافي غير تيضربوا مساكن. والجفاف ايضا. دابا جا الزلزال وقسم لي البيت. لا اله الا الله. قسم لي البيت سي الحاج، بعد لا جات واحد الجمعيه كاع عطاتني واحد شويه الفراش، والله يجزيهم بخير، واخا ديال قديم، المهم راه فراش راه بيفرش. دابا سليمه انت عايشه مع هاد المنكوبين هادو، الدار ديالكم تهدمت، دابا الان كيفاش عايشه سليمه حاليا؟ الفراش واش هو كافي؟ ديك الخيمه هي كافيه على هاد البرد والصقيع؟ لا دابا الفراش راه قلت لك جات واحد الجمعيه اليوم عطاتني الفراش. اييه. ولكن الفراش ما عنديش سي الحاج فين نحطو، البيت رايد حاطه غير في المرح، غير في القاع الدار. لا اله الا الله. البيت ما عنديش شريب ليا، البيت ما عنديش فين نحط هذاك الفراش، حاطاه غير في قاع الدار، ما عنديش فين نحط الفراش. جا الزلزال ويقسم ليا البيت، قاسمو راه قاسمو على جوج وواحد البلاصه واخا شويه، ولكن واحد الحيط مال بيطيح وبيطيح للزنقه. تخاف على راسك لان خطر، كيشكل خطر. ايوا شي حاجه اش غنديرو، راه كعرف بنادم مكفوف وما فحالوش، والخوت ما لا اله الا الله، كلها داف وليداتو واخا حتى هما ما فحالهمش صراحة الله، ولكن كاع ما جاو يشوفوه حتى بعينيهم، ما شافوه كاع ما توافي. يكفي ان هاد الجمعيات واخا ماشي خوتك مغاربه هادو، جاو الحمد لله تال عندك من بعيد. مساكن من شافوني وجيت دخلتهم للبيت وشابوا لي الفراش حتى للبيت، وقالوا لي نحطوا عليك هنا، قلت لهم حطوا لي في قاع الدار، انت تشوفوا البيت كي داير.
وقلت لهم راه ما عندي لا ولاد لا والو، قالوا لي حنا كاملين ولادك، حنا كاملين ولادك. الحمد لله سبحان الله. قالوا لي حنا كاملين، حنا راه ولادك. الحمد لله. ومشات نفرحوا ملي جابوا لي داك الفراش حطوه ليا، ومشاو قلت لهم نعمر لكم هذه، قالوا لي لا بينهاش ريبه، ومشاو بحالهم عطوني الفراش، هي عطوني ثلاثه لقان وزربيه تركيه ومانطا. الحمد لله. وجوج حصيرات. الحمد لله. وان شاء الله في القريب العاجل، القريب العاجل يتسول مشكل السكن. هي لاله سليمه. كنسمعك سليمه. كنسمعك. مشى ليا الريزو وجابوا ليا مساكن وفرحوا ومشاو فحالات تما. لاله سليمه دابا الريزو تما عندكم موجود، كتكلمي معنا دابا الان من الحوز مراكش، حيث كاين الهدم والردم والريزو موجود الحمد لله. لا الريزو كيتقطع الريزو، كاين كان راح يمشي الريزو، داكشي بلي كيتحاب لي واش مشى الريزو. واللي قطع الله هو هذا المهم. المواد الغذائيه لاله سليمه كي دايرين مع المواد الغذائيه دابا؟ ما كاين لا اسواق لا محلات تجاريه لا والو، كي دايرين مع المواد الغذائيه؟ كتاكلوا شويه كتشربوا كتخوتوا؟ ايوا الحمد لله اللي جابها الله راه كناكلوها، اللي جابها الله، اللي جابت جاتنا عند الجواد راه كناكلوها، الرزق راه كيجي الحمد لله. جا واحد شي وحدين تا هما فرقوا علينا جوج باكيات الحليب وقرعه الكوفيتير وباكيات اتاي. ايه والحمد لله، ولكن هذاك البيت كيما قلت لك انا مكفوفه وما لا قادره لا نسقف ولا نبني ولا ندير حتى حاجه، والجهد ما كاين باش نبني، وخصني دابا فين نحط فراشي. دابا المطلب الاساسي لاله سليمه ديالك وديال الناس اللي معك، المطلب ديالكم دابا الان الافرشه هو موجودين، الطعام موجود، المشكل هو السكن والايواء. ايه سي الحاج الله يجازيك بخير، هذاك هو السكن راه من عمل هو من شهر 10 وانا كنتصل بك وما بغيتش تشد ليا الخط. ان شاء الله لاله سليمه. ان شاء الله. دابا محمد مراد الله يجازيه بخير، واحد السيد داخل معانا هو اللي شد ليا الخط. لاله سليمه الاعوان ديال السلطه داروا عليكم ولا مازال؟ حيت الاعوان السلطه مكلفين بواحد المهمه. ما داروش علينا، عندنا حنا واحد المقدم ما تي اللي كانت ما تيقيدها، قلت لي واجي غير شوفني انا ريب ليا الحيط وما جيتي حتى تشوفني. هو البارح داو ليا بفتي والله الا بكيت دا الفوليسيس الملك داوها ليا، وتا مشيت قلنا حتى جا الخليفه قلتها لي عاد باش مشاو جابوها ليا. لا لا الحمد لله كاين العنايه وكاين الرعايه والمراقبه، يعني اي حاجه تجي الفوضى ما يخلوهاش تدوز الحمد لله. ايه اي حاجه جات ما تيخليوهاش توصلنا. الله يهدي مخلق، الله يهدي مخلق. إيه ولا الله الحمد رسول الله. المهم انا اللي كنطلب دابا هي بيت، هي بيت نفوحي ربيت فين نحط فراشي وفين نتقرب، وهذا الشيء اللي كنطلب ان شاء الله لاله سليمه باذن الله. واسي الحاج والله الا بغيت نتواصل معك اسي الحاج، وعندي شي حاجه بغيت نقولها لك الا جات على خاطرك بغيت النمره ديالك. واخا لاله سليمه ان شاء الله نتواصل معك باذن الله، انا غنتواصل معك في النمره باذن الله تعالى. وكنشكرك على التواصل ديالك، وربما المطلب الاساسي عند الساكنه هو مطلب الايواء، وكما جاء في واحد المجلس عقده صاحب الجلاله هذا اليوم عشيه هذا اليوم، راه كاينه مبادره ملكيه قويه للاهتمام بقضيه الايواء. الحمد لله راه التقدير هو ان هناك حوالي 50,000 وحده سكنيه يعني وقع لها اما الهدم واما انها تادت وقف انشقاقات، يعني هذا عدد كبير 50,000 اسره، وهذا الامر هذا كيتطلب واحد المجهود كبير من الدوله. حنا لقينا الحمد لله الجيش كيوقف على قدميه لكي يقدم الاعانات، ولجميع القوات الامنيه في البلد، الدرك الملكي والوقايه المدنيه والقوات المساعده والسلطه المحليه، هذو كيشكلوا الدوله، يعني واقفين واحد الوقفه ديال رجل واحد. شفنا المروحيات وشفنا الجرافات وشفنا الشاحنات وشفنا الحمد لله اعزكم الله الكلاب اللي كتقلب تحت الانقاض وكدير الاغاثه، كل شيء شفناه الحمد لله. غادي الامور بتوفيق من الله، والامر الاساسي فعلا اللي كيطلبوه الساكنه هو مشكل الايواء، وهذا كيسر عليه صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه، راه عطى اوامر الساميه هذا اليوم عشيه هذا اليوم للمسؤولين. ودابا الان قريبا
غادي يبداو الاعوان ديال السلطه كيسجلوا المعلومات على المتضررين والحجم ديال الضرر ديالهم والمستحقات ديالهم، وغتكون ان شاء الله واحد الميزانيه ضخمه غتوزع على كل هؤلاء الناس لاعاده الولاء البناء. وصاحب الجلاء امر بان يكون البناء عنده مواصفات، يكون قوي ويكون مضاد للزلازل، وايضا يكون فيه يحترم الخصوصيه ديال المنطقه. المنطقة عندها واحد الجمالية، واحد العادات والتقاليد يتم احترامها. ودابا الآن هناك مهندسون كيدرسوا هاد الأمور هذا وغيبدأوا التنفيذ قريبا بإذن الله تعالى، والميزانية غتوجد مع المساهمات ديال الوزراء كلهم والموظفين الكبار كلهم والمدراء والكتاب العامون وحتى الموظفين الصغار، يعني بدءا من سلم تسعود كلهم غادي يساهموا اقتطاعات يوم في الشهر لمدة 3 أشهر. وعد المساهمات ديال الشركات والخاصة وغيرها والمساعدات الخارجية للمغرب كياخذ غير ماشي أي كان، خاص يكون عنده كيحترم الخصوصية ديال البلد ويحترم الوحدة الترابية ديال البلد ويحترم القيم ديال البلد، وما يصفتش لنا ناس يبغوا المساعدات هما باغيين يديروا الاستخبارات وبغوا يقلبوا على نقط الضعف ويصوروا ويروجوا لشؤون ربما مدراء. المغرب كيفهم وعارف هذه الامور وكيحدها، لكن الدول الشقيقة اللي عندهم قلب على المغرب كيفتح لهم الابواب وكيقبل المساعدات ديالهم، وان شاء الله الامور غادية بسلام. بنتي سليمة أسأل الله تعالى في القريب العاجل إن شاء الله تعالى يتم العناية بك وتقيم معنا في التواصل، يتم العناية بك ويتم الإيواء ديالك ويتم إن شاء الله تعالى الاحتضان ديالك من طرف المسؤولين اللي هما يمكلفين بالعناية بالجانب الإنساني إن شاء الله تعالى. بقيم معنا ومقوم تواصل معك لالا سليمة، وكنشكروك على التواصل ديالك. وغنمشيو لتازة معنا لالا عيشة. ألو ألو، السلام عليكم. الو الحاج عمي الحاج، الله يسترك. حياك الله لالا عيشة، بارك الله فيك لالا. شكرا عمي الحاج، كبير نهار الله كبير مني شد الخط من عرفتي من شهر 3 وانا كرفوني عليك. ما ديره لالا عيشة، الله يطول عمرك ويحفظك يا مولاتي. عمي الحاج الله يجعلك، شكرا الله يحفظك الله يسر عمرك ويسرك الوليدات يا ربي يا كريم. دوالينا وجودك الناس الله يرحمهم ويسعديهم والله اللهم امين. وبغيت كعمي الحاج والله دعي معايا، راني ديوم حق الله من شهر 3 وانا كندعي معاك والله، كنبغي نتواصل ما بغيتش الخطي يتشد لي والله. الله يفرج عليك لالا، الله يفرج عليك. الله دعي معايا والله عمي الحاج، انا اللي كنت اتصلت معاك شحال هذه واحد 3 سنين في ايام كورونا ودعيتي معايا، انا غير ساكنه غير انا والميمه، وتزوجت وسهل ربي تزوجت واحد سيد الكازا في مديونه. اييه داكشي اللي طلبت، زوج طيب مؤمن كيخاف الله وهذا، وهو ساكن في اسبانيا وخلاني نعرفته ودوزت عليا الجحيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجتني شهر 3 قبل ما يدخل المغرب وخيباتني حوايجي وكلشي وخلاتني كل جهتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلات مديونة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا درت هنا الدعوة، احنا انا غير في النواحي التازة في العروبية ماشي في الفيلاج. اييه ودرت هنا الدعوة في المحكمة، ومني دخل هو المغرب دخل دار لي تعمل الدعوة تما في المحكمة الولفة في كازا. لا حول ولا قوة. ودابا هو الموقف ديالو مراته مضاربة مع اخته، غادي يوقف في واحد الموقف حرج، يعني شكون الظالم شكون المظلوم؟ واكيد هذا البكاء ديالك وهاد الدموع كيدل بانك انت اللي مظلومة، واش ما حاولتوش ديروا الامور تسويها وديا بلا ما نوصلوا للمحكمه ونوصلوا للقضاء نسويها وديا؟ انا عمي الحاج اسمح لي، هو دخل اصلا كندوز ديجا 3 العيالات ما صحابنيش كندوز كيخليهم عند اختو كتخليهم كتستعملهم بحال الخدامات. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لي الماكله وتحيد لي كل شيء، كانت كدير لي العنف اللفظي والجسدي، وكانت تقول لي ما تصليش وما تقعديش الفجر وما تذكريش الله، هذوك الناس اللي هود المغاربه ما خصك ما تصليش وما تذكريش الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهمت عمي الحاج صح. ايه انت تقول لي ما تصليش وما تنوضيش الفجر وما تضعيش الماء وما تقرقعيش عليا، هي كبيره هي بنضرب السلطان. وهي ما مزوجاش، ما عندهاش وليدات، ما عندهاش زوج، ما عندهاش حياه مستقله. اول كانت مزوجه الراجل الاول، عندها الولاد مع الراجل الاول وعندها مع الثاني، ماتوا الزواج ديالها ماتوا بجوج، عندها الوليدات وعندها العريسات.
ولكن هذا خطأ ارتكبه الراجل. الراجل كان ملي تزوج بك المفروض انه ياخذ معه مراته، ما يخليهاش عند اخته ولا عند والدي، هو تزوج باش يدي معاه المراه ديالو تكون معاه بجانبه ورفقته. الحاجه هو خلاني عندها وعنده طرطمته دار تما وديونه، وين خديت لي السابس قالت لي جبتك خدامه وغتبقى خدامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حيدات لي حوايجي وحيدات لي كل شيء اللي كان ملك، وداك الشيء اللي بديت من عند امي صالح، يعني غير انا وامي اللي عايشه. ودابا كتقول لي انا كنعرف فلان وفلان وفلان، هي كتبيع الدب في السوق مزيونه في الخميس مزيونه. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا حاجه دايبيه هي وبنتها عداوني بزاف من الحاج، منين في حياتي ما عمرني تادي. اعوذ بالله، انت تزوجتي بنتي باش تسعدي وتفرحي وديري اسره وديري وليدات، ولكن بحال دخلتي للدوامه ديال هذه المعاناه وهذا الشد هذه. هذيك قوم الظالمين عمي الحاج، عمرني ما شفتهم، انا عشت معاهم. واش كاين شي واحد اللي كيقول لك ما تصليش، واللي كنصوم داك الايام الشعبان والعواشر كتقول لي ما تصوميش، الا بغيتي ديري داك الشيء سيري عند امك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. خواتي الزوج ديالي طيبات، واحد عن جوج راهم برا كيتصلوا بيا، والاخرين اللي في المغرب مزيانين. اصلا هي ما كيجيبش عندها خواتاتها، هي كدعي بالقوه كتقول لي ما كاينش اللي يتحداني من غير اللي غيتحداك الله سبحانه وتعالى، ماشي انا اللي غنتحداك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين حاج، ما كنت انا صحابني مزوج ثلاثه العيالات. لا اله الا الله. والعقد العقد ديالكم ولا العيشه من اللي كتبوا العدول؟ حيت العدول كيكتب الصفه، واش عازب ولا مطلق ولا كذا، ما كتبش. يا امين حاج مشيت كتبت تما في مديونه تما اللي تما اللي بغيت نمشي حيدات لي كلشي عاد، جيت تما جبت العقد ديالي من المحكمه الولفات الاسره. لا حول ولا قوه الا بالله. هي المحايل مشهور طلعتونا نعذبها، ومازال دابا كنطلعو لهاد النقيض. هذا عندها حوايجي تما، ودرت تما الدعوات في كازا. هالدعوة الدعوة اللي درتو دابا في كازا شنو المضمون ديالها؟ هو العنف؟ لا انا درتها على حوايجي باللي حيدة، سلبت مني كلشي، درتها عند وكيل المالك. لا حول ولا قوة الا بالله. ودابا خص الراجل ديالك لا يفصل ما بين مراته وبين اختو، ضروري خصو يفصل بيناتهم، وكتسمى رجل انه يضمن لك حياه مستقله وحياه محترمه. ما سولش فيا، لو كانت مو الحاج عمي الحاج مذكوره في القران غنهزها، حيث ربي وصانا الام. ايه الام هي ذكرها ربي، وهو ما عاناش بالزوجه، الام ديالو مسكين والاب متات ميتين. عاش اليتم. دابا دختو هي اللي رباتو وتهلات فيه وكبراتو ومقات مسيطر عليه، متحكمه. لا مسيطره، كيديروا داك الشيء ديال التعويد وهذا، والله عمي الحاج داك الشيء اللي شفت ما عمرني عشتو في حياتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداك الشيء كيديروا داك الشيء بالتعويد ومسيطرين بزاف، ديما كانوا كيضربوني، ما كانوا كيحيدوا لي التليفون، ما كنتش كنتواصل مع امي مسكينه ولا خوتي ولا كيتصور. جا عندي واحد النهار خويا وامي ما بغاتش تطلقهم. وهذا بنت عائشه ماشي زواج، الزواج هو موده ورحمه، وهذا انت عندك عذاب والام. هذا ما بقى زواج هذا. نهار اللي اتصلت بك دعيتي معايا قلت لك يا عمي الحاج باقي ما مزوجه، درتي لي الدعاء وربي جا، وداك الزوج طيب كيصلي، مو من احسن الزواج، هو طيب كيصلي وكيخاف الله ويصلي، يختم القران ثلاثه المرات في رمضان، ويلي اختو ما شاء الله ما شاء الله. ودابا العيشه الاساس اللي خصو يقوم ماشي هو المحكمه، المحكمه ما عندها ما غادي غتزيد تعقد الامور. الاساس هو اننا نديروا يبعدك على الاخت ديالو، يعطيك سكن مستقل ويخليك تعيشي، اما يديك معاه لخارج ارض الوطن، واما يضمن لك حياه مستقله هنا، ولا ترجعي عند الوالدين ديالك وتسكني معاهم وينفق عليك ويعتني بك حتى يجي حتى يكمل ليه الله ويصوب لك وريقاتك. مسكين هو مغير، والله كيبقى فيا احسن زوج، والله ما دار لي عمره ما اذاني ولا ظلمني، وديما طيب مزيان كيبغي يتهلا فيا. لا عيشه، ما حاولتيش انك انت واخته تعدوا صديقتين، انك تملكي؟ قال لك ملك الناس رجل بسيفه ورجل بلينه، حنا كنحكموا في الناس اما بالسيف بالقوه واما باللين. ما قدرتيش انك ديري معاه المحبه والموده وتحيدي مني داك العنف اللي فيها والقوه اللي فيها وتعودوا صديقتين وتندمجي معها، راهي تمت هو الامور. والله الا من حاجه شي هي فيها داك مرض السكر وفيها داك الكوليسترول وفيها اللاقوت، الا داك الشيء الدواء كنت هذا كنوض الصباح ونفوس ليها راسها، كنقول لها امي الحاجه شنو خصك نعطيها الدواء، لا انسولين ونعطيها هذا
ونبغي نتهلا فيها ونعاد اي لا اي لا وكتصوري صيفط لي راجلي فلوس كتقول له الله خليتيهم سيري جيني من عند المكلفيت والزرا وتاكلي وما كتعطينيش حتى فلوس في الحمام هو كان صيفط لي واني ما كتعطينيش منهم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا عيشة كان الحياه الزوجيه خصها الاستقلاليه دابا خصها الفطام بعد اولا هذه العلاقه ما بين هاد الاخت والاخ ديالها خصها تعاود فيها النظر لان العلاقه ديال الاخوه هي لها الاحترام ولها التقدير. والاخت في القران الكريم مذكوره في قصه سيدنا موسى عليه السلام وقالت اخته وقال الاخت لها قيمه كبيره لكن اذا صار هناك التحكم وصار هناك الظلم هذا لا يحبه لا الله ولا رسوله ولا العباد هذا عمي. هذا اذى. كنطلب منك الدعاء واللي معايا ومع الام ديالي غير انا ما عنديش الاب غير انا والام اللي ساكنين. لا حول ولا قوه الا بالله عائشه الله يفرج عليكم يا بنتي الله يفرج عليكم اللهم تعالى يجمع عليكم الشمل ويطفي هذا الغضب الله يطفي هذا الغضب يا رب. امين 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 الحاج الله يجعلك قوي الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك يا بنتي الله ينورك بنور الله الله يكتب لك مكاتب الخير اللهم تعالى يصرف عنك السوء الله يكتب لك السعاده والهنا القريب العاجل فضلا من الله واكرامه لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا واحد الخطا جسيم كيرتكبوا بعض الناس انه كيكون هو عنده اهتمامات خارج ارض الوطن انه غادي يسافر خارج ارض الوطن تما فين كتب ليه له الرزق غادي يخدم في ايطاليا ولا فرنسا ولا في منطقه من اوروبا او غيرها وكيتزوج كيتزوج اصلا خصو يسرع بالوثائق الاداريه باش يدي معاه الزوجه ديالو لان العلاقه الزوجيه خاصة الزوجه تكون قريبه من زوجها ممكن يقدر يخليها عند والديها ولا عند اقاربه واحد الفتره من الزمن ريتما يعد هاد الوثائق ولكن خاص الانسان يعرف واش غادي يوقع الاندماج واش غادي يوقع الانسجام ام لا. النفوس ماشي بحال بحال هناك نفوس كتكون طيبه بسرعه تتعايش وتتناغم وكاين نفوس الله يغفر لنا ولها نفوس اللي كتكون عندها غير قابله للتعايش كتكون عندها العناد قوي او يكون عندها صلابه قويه او النزعه ديال التحكم هذا صعيب تعيش معه. والاحسن طريقه تتعامل معه هو الوقار التوقير ان كل واحد كيبقى بعيد عن الاخر غير كتلاقيهم كيوقع كوب سيركوي وهنا كيكون دمار وخراب للاسره. انا كنسمع للعائشه كتبكي وكتالم وكنعتقد بان زوجها غيكون كيتالم كثار منها لان هذا الصراع بين جوج النساء اللي هما بجوج عزاز عليه اختو هي عزيزه عليه ربما عاطيها قيمه كبيره ربما رباته وربما اعتنت به ووقفت معه حتى وصل فلها واحد القيمه في قلبه وزوجته اللي غتكون ام اولاده ايضا لها قيمه كبيره. دابا الان وقع صراع ما بين هاد جوج الناس اللي عندهم قيمه في صدره. انا كنتخيل هذا الرجل معذب عذاب اليم وربما يتالم في صمت. حنا غنقولوا وعلاش هاد الشيء كله؟ علاش ما ناخذوش العبره؟ شوف هاد الزلزال اللي وقع ومشى فيه تقريبا حوالي 3000 واحد من الناس الابرياء ومشاو واحد الناس المصابين بالمئات. يعني كان من الامكان اي واحد فينا يقدر يكون ضحيه ويكون قد ودع في لحظه إن تأتيكم إلا بغتة. نحن علينا أيها الأحباب الكرام أننا نستثمر هذا الحدث الذي أصاب بلدنا المغرب ما نخلوش يمر مرور الكرام. تكلمنا على التضامن والتآزر والتكافل وروح المبادرة اللي كاينة في أبناء الشعب المغربي لكن خصنا أيضا نأخذ العبرة بأن الحياة الدنيا قصيرة وقصيرة جدا مثل فصل الربيع والموت لا تأخذ كبير ولا مسن هي ما كتهزلش. يقدر الانسان يكون في ريعان شبابه يقدر يكون في طفولته يقدر يكون في وظيفته الساميه في اي لحظه ان تاتيكم الا بغته ولو كنتم في بروج مشيده. الانسان ياخذ العبره من هذا الحدث وانه يصلح ما بينه وبين الله تعالى ويصلح ما بينه وما بين الناس لان هذا البكاء ديال السيده عائشه هذا بكاء الدموع غاليين يعني كتحس بانها مظلومه والظلم ظلمات يوم القيامه. راه الانسان يقدر في اي لحظه تصيبه حادثه ويودع من غير الزلزال حوادث السير سكته قلبيه جلطه دماغيه الاجل اذا قتل كيف قدر ومباشره كيدوز الحساب. واخطر واحد يحاسب هو الظالم. ربنا عز وجل
يخاطبنا جميعا ويقول: يا عبادي يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إياكم أن تتظلموا، لأن الظالم إذا أخذه الله تعالى لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إنسان يبعد من الظلم، هذه فرصة للتسامح، هذه فرصة لنبدأ صفحة جديدة، هذه فرصة. كان بغي نقول للسيدة لكت في الاستماع، قل لي الشريفة، واش صورت الآن من هذا العداوة والبغضاء؟ اش ربحت الآن من هذا الضغط وهذا التعنيف؟ إلا البكاء والنحيب والألم، اش ربحنا منه كله؟ والإنسان العاقل هو أنه يعتبر بهذا الحدث المفزع اللي وقع، لو أنه مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى لحاسبنا الله حسابا عسيرا. فنتمنى إن شاء الله هذا الحدث ديال الزلزال يكون لنا عبرة وموعظة، وكل واحد يكون فيه الخوف، الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هاد القيم تكون فينا، والإنسان غيتبدل إلى دخل الفكر ديالو ودخل القلب ديالو، غيتبدل، ما غيبقاش يتعامل مع الناس بعنف، ما غاديش يبقى دائما يحكر على الأمور التافهة، غادي يأخذ الأشياء بأريحية، غادي يحاول ينشر الابتسامة بين الآخرين، غادي يمد يد الرحمة للآخرين، غيتجاوز على الأخطاء ديالهم، غيلتمس لهم ألف وألف عذر، وغادي يخلي الحياة بوسط أحمدي. طلب الله سبحانه وتعالى بنت لالا عيشة، الله يفرج عليك الهموم، اللهم تعالى ينفس عليك الكروب، اللهم تعالى يجمع الشمل ديالكم ويطفي هذا الغضب، ونطلب الله تعالى يقدر الزوج ديالك ويسر ليه الله تعالى السبل ديال الأوراق الوثائق الإدارية، وتمشي معه خارج أرض الوطن في البلاد فين هو مستقر معززة مكرمة، وتكون الرضا ديال ميمتك عليك حبوس فضلا من الله وإكرما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي غنبغي نقول لك بنتي هو الظالم احنا كنواجهوه بشيئين، كاين الشيء الاول مخيف وكاين الشيء الثاني في محبه وموده. اللي هو مخيف الا كان شي واحد كيظلمنا وكيتعدى علينا وما بغاش يتقي الله فينا، كاين واحد الامر كنديروه وراه العقاب كينزل دغيا. ما هو هذا الامر؟ هو اننا نقرا، نستحضره في اذهاننا ونقرا سوره الزلزله. الزلزله داك الظالم اللي كيتعدى كتحضروا في الدهن ديالك وتقرأ هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كتقرأ هذه السورة أمام الظالم وكتحضر في الدهن ديالك وكتوسل بها إلى الله تعالى، أشكي وقع عليه ربي اسمه المنتقم، كتزلزل الأرض من تحت أقدامه، كيتزلزل في الفكر دياله كيتعذب. ولكن المؤمنين ما كيبغوش الأداء لإخوانهم المؤمنين، حنا كننتقلوا للمرحلة الثانية وهي المحبة. كيفاش داك العدو ديالك الظالم يهديه المولى ويخليه يندم ويجي يطلب منك السماحة والتعانق فيما بينكما وتقع المحبة والمودة ويقول لك اسمح لي راني ظلمتك وراني تعديت عليك؟ كيفاش تدير باش يستيقظ الضمير ديالو باش يحاسب نفسه هو بنفسه ويطلب منك السماحة ويعوضك على الأيام السودة اللي دوز عليك؟ اشنا هي الطريقة اللي غنديرو؟ كنحضرو في الدهن ديالي وكنقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وكنصلي على النبي بالصيغ المتعددة، وكان الصيغة ديال أهل السعادة باش داك العدو ديالك يعود حبيب ويعود رفيق ويعود قريب. صيغة أهل السعادة كنقولوا فيها: اللهم صل وسلم أزكى صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. هذه الصيغة بهذه الطريقة
ربي عز وجل كيجعل العدو ديالك حبيب، كيجعلو صديق، واللي ضاعت لك الله كيعوضها لك سبحانه، هو اللي كيعوضها. اللي ضاعت لك، ضاع لك المال، ضاعت لك الصحة، ضاع لك الوقت، ضاع لك المستقبل، ضاع لك فرصة في النجاح، ضاع لك ثروة، اللي ضاع لك كيعوضك المولى. وإذا عوضك الله تعالى أدهشك، لأن التعويضات الإلهية غالية وواسعة ومباركة جدا. فنطلب الله تعالى بنتي لالة عيشة، الله يفرج عليك الهموم، اللهم تعالى نفس عليك الكروب، الله يطفي هذا الغضب وترجعين انت وهذه السيدة على المحبة والمودة، وزوجك سوف يسعد ملي غادي يلقى زوجته واخته على مودة ورحمة. ونحاولوا ما امكن اللي فيه الاذى نحاولوا نعتزلوه، ندير شويه العزله، لان النفس الابيه كتكون صعيبه شيئا ما. حفظكم الله ورعاكم الله واسعدكم الله. ونتحول من تازة الى اين؟ الى بن قرير. معنا السي عبد الاله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي داير عمي كريم؟ لاباس عليك؟ الحمد لله مولاي، بارك الله فيك. كلمه صحيحه، كل شيء بخير اخويا. كدي العائله لاباس عليهم والوليدات؟ والله الا الحمد ربي ونشكر عمي لا اله الا الله محمد رسول الله. عمي الله يسوي عليك خير عمي. الله يحفظك. الحمد لله، بارك الله فيك مولاي. الحمد لله عمي، الحمد لله على لطف الله، الحمد لله على قدر الله، لا اله الا وما علينا الا نحمد الله سبحانه وتعالى على هاد الفاجعه اللي صارتنا. لا اله الا والحمد لله كله خير ان شاء الله تعالى. وهاد الصوت عمي ما فارقنيش من يوم الجمعة، ما فارقنيش هذا الصوت ديال الزلزال. أن اللي عاشوا في الدار عاشوا في الدار، واللي عاشوا خارج الدار عاشوا بالصوت. وحنا المكفوف عشتوا بالصوت عمي، وأول ما خطر على بالي طاحت في بالي عمي قيام الساعة. لا إله إلا الله. وبدأت بكلمة لا إله إلا الله، نوحد الله. الله أكبر. العظمة ديال الجبار، العظمة ديال الكريم. لا إله إلا الله. العظمة ديال الله تعالى. ويريكم آياته. سبحانه. ويريكم آياته. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. والحمد لله هذه المنطقة اللي الدرات ديال الحوز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرا من مضى، أن يعوضهم عمي خيرا من مضى. بقوا فينا وقطعوا قلوبنا، ناس مساكن فيهم الصدق وفيهم النية. وصراحة عمي هادو جعلهم الله سبحانه وتعالى آية للعالمين، جعلهم الله تعالى آية. سبحان الله. ما كيتكلموش لا في إذاعة، ما كيتكلموش مع الصحافة، كتسمع غير كلمة الحمد والشكر والابتسامة لن تفارقهم. والحمد لله ضعوا لهم الأولاد وضعوا لهم الأحباب، وكيقول لك الحمد لله، الحمد لله على لطف الله. والله سبحانه وتعالى وحد بهذا الزلزال، وحد به القلوب، وشنا القلوب كتعاطف على بعضها بعضا، وشنا المحبة والأخوة. والحمد لله ربي سبحانه وتعالى المربي وربي عن احنا، هذه غتزيدنا تذكيرة. ومن منكم هذه زادته إيمانا، قوة الإيمان في القلوب. وشفنا جمعيات المجتمع المدني كيفاش تحركات، والحنان ديال المغاربة، وعلى رأسهم جلالة الملك حفظه الله ونصره. هذه اللي بهرتنا عمي. شفنا كيقول لنا هاك، وهاد الدم ديالي كيعطي لنا مليكنا. الحمد لله نفتخروا بأن احنا مغاربة، ونعتزوا بأن احنا ببلادنا وبمليكنا. الحمد لله مليكنا ديما رافع راسنا الحمد لله أمام العالم، كيرفع لنا راسنا كيتفقد المرضى. والله الا سمعت واحد الشيخ راجل كبير قال لك انا ملي شفت سيدنا صافي تشافيت، هو مسكين على السرير لا اله الا الله. لا حول ولا قوه. اللحمه بين الملك والشعب. الحمد لله. شعب يعرف ملكه، هو ملك يعرف شعبه. الحمد لله ما كاينش اللي ينزع منا عمي هذه الوطنيه اللي فينا، اللي زرعوها فينا الاباء ديالنا والاجدود ديالنا وتربينا عليها. حب الوطن ساكن في القلوب عمي، واخا الفقر واخا الاعاقه واخا يكون اللي بغى يكون. نعم. تعلمنا عمي من الحياه، عطاتنا دروس أن الكريم سبحانه وتعالى كل من ضاعت لي شي حاجة في الدنيا ربي غادي يعوضه خيرا من ما ضاع. وكنت عمي كتقولها لي من قبل، وبقيت حتى وقفت عليها بإذن الله. أيه. الإنسان الحياة قصيرة كما كتقول، وقصيرة بزاف، ما هي إلا رؤية منامية. لا إله إلا الله. عندنا دابا الحمد لله تحت التراب، والحمد لله كلمة الحمد ما فارقتهمش، كلمة الشكر ما فارقتهمش. وكاين بعض الدواوير اللي سمعناهم وصلتهم الإعانات، وكيقول لي سير الدوار الأخرى، حنا جانا الخير الحمد لله، جانا والسلطة واقفة الحمد لله، وكاين داك التلاحم. سير اخويا الدوار اللي من حدانا من اللي، والناس كتعاطف لا اله الا الله. سبحان الله. مشهد عظيم والله. الا ملي شفنا الناس كيخرجوا من تركوا البيوت اللي تدفئة ومحرم من الشمس، تركوها وخرجوا حافي القدم عاري الراس، كي اللي هزوا ليدو غادي، وداك الصوت والغوت لا اله الا الله. لا اله الا الله. كورونا ادخلتنا الى البيوت،
والزلزال أخرجنا من البيوت. سبحان الله. وما هذه إلا هذه كيذكر بها الله تعالى العباد ديالو. سبحان الله. يا عبادي يا لا أيوة كيذكر بها الغافلين ويذكر بها الغافلين والمقصرون والمفرطون كذلك عمي. ما هذه إلا غادي تزيدنا حبا في الله. سبحان الله. والحمد لله رأينا المساجد ممتلئة عن آخرها والصفوف متراصة في المسجد الحمد لله. غادي يزيد في قلوبنا الألفة هذا عمي. والله إلى تشكيت الصدور والخبر اللي فرحنا هو جلالة الملك. جلالة الملك واقف صاهر عليه الحمد لله. وهذه المنطقة ما تخافش لا تحزن ولا تخاف أن غادي تعود إن شاء الله بإذن الله وبجود الله وبكرم الله إن شاء الله تعالى غادي تعود أفضل من ما كانت بإذن الله إن شاء الله غادي. وبها سبحان الله العظيم أول ما أخرج الماء والماء هو الحياة. سبحان الله. ربي سبحانه وتعالى من اللي يبغي ينعم على مكة أنعم عليها أول ما بدأ بالماء بماء زمزم. إني أسكنت عندي قوله تعالى إني أسكنت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكيفاش أمنا هاجار ونبع الماء من الأرض وذلك تجي القبائل القوافل قال من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. شوف الآية كيفاش كتقول عمي والتذكيرة. وسبحان الله تعالى هادو غادي ينعم عليهم الله تعالى بالماء. نعم. الماء اللي هو الحياة وإن شاء الله غادي نشوفوا السياح من جميع العالم غادي يزوروا هذا البقاع وغادي يعطيهم العزة وغادي يعطيهم الرفعة. لا تخافوا ولا تحزنوا لكم رب اسمه الرحيم. سبحان لكم الله. رب اسمه الكريم. لكم رب لن يضيعكم لن يضيعكم ولن يغفل عنكم ولو لحظة ولو لحظة لن يغفل عنكم الكريم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولتذكير عني بعض الناس الله يهدي مخلق احنا في واحد الظرفية اللي خصنا نواسي بعضياتنا وخصنا بعد عن الأخبار الزائفة. بعض الناس يجادلون في الله بغير علم. رازنزن غادي يجي غدارة غادي يجي في الصباح راه غادي يرجع الأسبوع المقبل. يثيرون الرعب يثيرون الرعب في النفوس. ومنهم عامل الأمراض الناس اللي عندهم سكن أمراض الناس اللي عندهم أمراض مزمنة الناس اللي عندهم الفوبيا وعندهم الخوف. والله إلا دابا غير كتكلم غير شي حاجة الناس كيوقفوا اللي كيطلب من الشراجم اللي كيوقف. حنا ما محتاجينش عامل اللي يثير فينا الرعب. حنا ما محتاجينش لهذوك الأخبار الزائفة. الله يهدي مخلق الله يهدي مخلق. راكم امام انظار العالم راه العالم كيضرب بينا المثال والحمد لله المغرب غادي يوقف كما يجيب جبل على طفل عنده 5 سنوات اللي هو ريان اللي باقي كنتذكروه. والحمد لله الخدمه راه غاديه خدمه البلاد راه واقفه بمواليها الحمد لله. وكلنا جندا مجندا وراء جلاله الملك حكومه وشعبا وكل شيء واقف الحمد لله. كل شيء خدام كل واحد من الموقع ديالو كيشتغل. خليوا الخدمه توصل. وحتى دوك الناس اللي كيكثروا من الصور هذوك الناس راه فيهم الحياء. هذوك الناس راه فيهمش فعل الخير فعل الخير تصدق بصدقة فأخفاها. كنقولوا بنعمتك فذكر. ولكن بعض الناس ما يكثروا شيء من الصور واستغلوا الظرفية. هاد الناس راه لمسنا فيهم الحياء لمسنا فيهم الوقار. كانوا مساكن ما عندهمش وعايشين صامدين وصابرين وصامتين. الخير دفق عليهم من كل مكان. اجعل أفئدة الناس كلها تهوي إليهم. هادو هما المغاربة هادو هما اللي كيوريو العالم شكون هما المغاربة. وحتى المغرب الحمد لله فيه القناعة وفيه الرضا. ملكنا الحمد لله خد داكشي اللي خصو اللي عنده به الخصاص. اما اللي ما عندهش به الخصاص ملك الحمد لله نفتخروا به نفتخروا بسيدنا. الله ينصروا لنا والله يحفظوا والله يبدلوا دما خيرا من دميه ولحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه. والحمد لله لك يفرحنا مكفوفين وعندنا اعاقات وكما جرى ابتلاء الحمد لله. نفرحوا بهذا الملك اللي الحمد لله بعثوا لنا الله تعالى قلبه طيب. والحمد لله الخير القدام وان شاء الله هذه ما غادي تزيد الا تقوينا شي هاد الضربه ان شاء الله. رب ضاره نافعه ان شاء الله. رب ضاره نافعه. من بعد المغرب ان شاء الله تعالى غادي يوقف على رجليه وغادي تشوفوا مغرب اخر ان شاء الله. غادي تشوفوا مغرب ها علاش كيدوي جلاله الملك على المجال القروي لا بالنسبه للطرقات ولا بالنسبه للماء ولا الحكومه. الله يوفقها الله يوفق الحكومه الله ان شاء الله تعالى. من بعد هذه ان شاء الله تزيد تقوينا ونشتغلوا على الناس اللي في الدواوير نوجدوا لهم الطريق نسهلوا لهم الحمد لله. راه هما العمار ديال ملي كيجينا هادشي ديال الحبوب والمواشي لولا الباديه ما عاشت المدينه. سبحان الله العظيم. حنا في المدينه في الرفاهيه حنا في المدينه في الرخاء حنا متوفر كل شيء ولكن الفضل بعد الله ملي كيجينا من البوادي. لولا الباديه ما اكلنا ولا شربنا الخير كله من البوادي الحمد لله ولله الحمد. وحتى الطبيعه لن تستفيد من الطبيعه اللي كنستافدوا بها حنا. حتى النهر الواد ما كيشربش من الماء ديالو. حتى البحر لن ياكل من سمكه. حتى الاشجار لن تاكل من ثمارها. حتى الشمس لن تضيء على نفسها. على الاقل الانسان فلم تنفع فلا تضر.
حنا الحمد لله حنا المغربنا غادي نتقدموا وبغينا نزيدوا للامام ان شاء الله وبغينا الحمد لله راه محاطين بواحد خصنا كيتسناونا غير في الدوره كما كنقولوا بحال كبلوطنا حنا الحمد لله بغينا نوريوهم شكون حنا كاين اعداء النجاح كاين اعداء النجاح الله يستر يتربصوا بين الدوائر ولكن الحمد لله المغرب عنده الوعي وعنده الادراك وعنده الهمه العاليه وكيعرف اش كيدير وان شاء الله ربي غادي يوفقه في المهام ديالو الحمد لله هذا بفضل الله وجود الله والله لما زادتنا الا ايمانا وكنتمنى الاخوان اللي فرحني هو كندوز من حدا الحي ديالنا وكنلقى ديك الخيمه تبارك الله مبنيه واعوان السلطه واقفين والمغاربه الحمد لله فيهم الحال المسكين كيعطي ديك الصدقه داكشي اللي قدر الله يا من ملابس يا من مواد غذائيه وكيعطيه وبغاو الامانه توصل ان شاء الله وتوصل لاهلها واعوان السلطه الله يجازيهم بخير لا السيد الباشا ولا السيد العام ولا السيد القيد نصبوا خيام ان شاء الله وهذا هو التقدم حنا اليوم هذه زادنا الاحسان تعلمنا الاحسان هادشي عندكم السي في بنقرير وهذا المشهد نفسه هذا المشهد نفسه كيتكرر في جميع المدن والاقاليم وحنا في الدار البيضاء كل حومه الا وفيها خيام كبيره وكتلقى فيها الرايه المغربيه واقف واحد العون ديال السلطه او قوات مساعده والناس كيجيبوا دوك الخيرات اما ملابس واما اطعمه واما غير ذلك والحمد لله ثم كيوقع الشحن في شاحنات ثم تنطلق بحال المسائل الخضراء بالعشرات الشاحنات هذا كله الحمد لله ما كاينش في شي بلاد اخرى والله ما كاين عمي في شي بلاد اخرى الحمد لله المغربي معروف عنده بيضه يقسمها معك ولهاد الماساه صراحه تالمنا كثير ولي تذكير عمي واحد الاخت نعيمه مكفوفه معنا من اقليم تارودانت نقاطع الخبر ديالها أيه. بعد يوم الجمعه بعد الجمعه مع شي 5 ل 5 ونص ديال العشيه اخر ظهور لها في الواتساب كتواصل مع البنات هكا لقراءه القران مقاطعه لعله المانع خير لعل المانع خير نتمنى الاخت اللي كانت في الاستماع رايت هي من بين الناس اللي كيفهموا البرنامج تواصل معنا حنا قلوبنا ملي سمعنا كنتواصلوا مع هذا وكنتواصلوا مع هذا والحمد لله كل شيء في امان الله هذه الاخت بغيناها ان شاء الله ما بغيناش نقدروا نقولوا شي حاجه حتى نتسناوها ان شاء الله يا ربي المانع يكون خير يا رب يا ربي المانع يكون خير اخوانا مكفوفه ويتيمه وكانت عايشه مع الاخ ديالها بقات فينا وقطعت القلوب ديالنا صراحه انا عمي واشتقنا لها راه مسكينه الفيديو ديالها محطوط في القناه هي ديال شجره امل المكفوفين والحمد لله هذه بشاره ديال الخير هذه بشاره ديال الخير يا عمي الله يرحم ضعفنا الله يرحم ضعفنا والحمد لله واحد الشريفه واحد الشريفه غاليه راه من فرنسا الحمد لله راه توزعت بواحد البركه الاخت بشرى راه توزعت على جميع الاخوان في هذه الظرفيه وتا هما فرحوا ورفعوا لاكوا في الدرع هذا هو التضامن ديال المغاربه هادو هما المغاربه السي عبد النور السي جواد السي فؤاد وقفوا وكان ذاك الانتظام اليوم وكل واحد خدا ديك القاسمه ديالو باش يقضي الغرض السي عبد الله الى رجعنا الى رجعنا عن الحديث عن الامر الخاص ديالك السي عبد الى عرفناك عشتي معنا انت صديق البرنامج وعشنا معك واحد المعاناه من اللي كانت مراتك حامله ثم توفاها الله والجنين لا زال في بطنها ماتت هي والجنين وبكيت بكاء مرا وشعرت بالألم الفظيع وبكينا معك ومن بعد دازت المدة ودازوا بعدها شهور وكنتي كتقلب على بنت الناس تكمل معها آخر مرة لقاء معنا معك هو أنك الحمد لله كان عندك عقد القران أنك غادي وشفنا فيك الفرحة والسرور ونسينا البكاء والهم أش وقع من بعد السي عبد الإله والله عمي إلى الكريم سبحانه وتعالى كما أخذ يعطي كما أخذ الكريم توجهنا إلى الله بقلوبنا وبالدعاء ونبكي عليه في صلواتنا ونتخشع إلى الله سبحانه وتعالى وبدأت العمل بسيط كنصلي الصلوات ديال الخمس ديالنا وكنرفع أكف الدرع إليه سبحانه وتعالى كنقول الحمد لله خلت لي الوليدات اللي هو الوليد صغير مسكين اللي عنده إعاقة والوليد وكان الحمل عليا ثقيل 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 بزاف عمي وكنت كنسهر الليل معاهم ونجلس معاهم واستغليت هذاك الوقت ديال هذيك المدة والله عمي وما بنعمتك ربك الحديث حنا ماشي بغا نبينوا للناس ولا نقولوا نمنوا ايمانا على الناس كنوضو كنتوضى داك الوضوء وكنصلي دوك الركعتين حتى الدموع حتى بعد المرات عمي الجبهه ديالي كتلصق على الارض سبحان الله يا رحيم ويا كريم ويا حنان ويا منان واخر ما الدعاء اللي سمعته هو كنت كنقول في الدعاء ديالي الدعاء اللي دعتنا ام سلمة اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فشجع الله بالدعاء وترحما على ديك الشريفه الطاهره الشريفه اللي مسكينه عشت معايا 13 سنه في العمر ديالها شريفه مسكينه دائما راس الارض والقناعه والرضا وتعلمت منها تعلمت منها حويجات كثار كانت لي مدرسه في الحياه سبحان الله علمتني كان الدنيا لا اله الا الله
لا اله الا يوم ما غادي نرحلو ما شاء الله. البلاصه ما كتفارقنيش وديما كنتخايلها وربي عوضنا الحمد لله والشكر لله. هذا العوض على الله ربي سبحانه وتعالى. لما طرق جميع الابواب الحمد لله كلفت الام ديالي والحمد لله جاب الله تيسير مشاو شي ناس الوساطه ومشات الامور بخير وعلى خير. كي لقيتي العروسه جديده سي عبد الاله ونعم بالله ونعم بالله. اذا اخطرك للمولى ادهشك واذا اعطاك عمي ادهشك. سبحان شريفه طاهره والان راه في الاستماع لقيتها كتسمع البرنامج وعملت الوليدات وليداتها وعملت ديك اللي كنشوفها على داك الوليد الصغير اللي عنده اعاقه كنقول الله الله كتوكل فيه وكتعتني به وكتغسل ليه وكتنظف ليه الحويجات ديالو. سبحان الله. كاينين بنات الناس كاينين بنات الناس الحمد لله كاينين بنات. لو علم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا. سبحان الله. صباره ومؤمنه ومحافظه على الوقت وانسانه صراحه الله يثبت لها العمل. لا هي لا الاخوان ديالها لا الاخت ديالها في بوجدور كلهم وقفوا ملي كتحس بالعائله هزات فوق الراس. نعم. والحمد لله كل شيء مشى على احسن ما يرام والحمد لله الامور مشات كلها مزيانه. ربي سبحانه وتعالى قلت لي يا عمي قلت لي يا الحمد لله غادي يجي وقت النصر وغادي يجي وقت التمكين. باقي كنتذكرها عمي في الاوديو اللي صيفط ليا والحمد لله جا الفرج من عند الله. الحمد لله الحمد لله دابا كنعيشوا وخير. الوليد تاورا الحمد لله كتحرص عليه المدرسه ديالو دخلته للتحضيري وكان الاستقبال من السيده المديره ولا من الناس كلهم عندهم البرنامج وكيسمعوا لك المدرسه المسيره الله يجازيهم بخير واستقبلوا الوليد والحمد لله دابا راه غادي الامور كتساوى ان شاء الله. ودابا دابا سي عبد الاله دازت شهرين على الزفاف ديالك الميمون. واش كاين شي حمل جديد مع العروسه جديده؟ شي حاجه في الطريق عمي ان شاء الله تعالى. وبشرنا الكريم سبحانه وتعالى. بشرنا الكريم سبحانه وتعالى والفرحات كتاتي كنقول ها ها, ها سبحان كما خاطر يعطي سبحان الله. عوضك بسرعه الحمد زوجة ومباشرة الحمد لله الخير جاي والفضل. وقلت لي يا عمي من قبل قلت لي ان شاء الله غادي تخاوى وغادي يكون الخير في الاستخارة اللي درتي. الحمد لله تراك غادي معك خطوة خطوة عمي. الله يجعل سيدي ربي يتقبل منه والان راه في الاستفاء راه تا هي من بين الناس اللي كيستمعوا لك. الله يحفظك. بغيتك شي وصية ليها ودعا معاها مسكينة راه كانت عيانة شوية اليوم مشينا للطبيب دعا معاها واحد اسمها الله اسمها الله اسمها الله رشيدة. لالا رشيده هنيئا لها هنيئا لها. اعطاها الله واحد الرجل من الصالحين من الذاكرين عهدناه سي عبد الاله. يعني قلبه عامر بذكر الله ولسانه رطب بذكر الله ولن ابالغ اذا قلت انه ولي من اولياء الله. الله يجعل هذا الزواج ديالكم مبرور وميمون وغنقول لها تهلاي فيه وعاوني وما تلقي معه الا الخير. هذاك الرجل ان شاء الله الشهد ديال العسل يعني انه كل خير في خير ومازال الدنيا غتقبل عليكم ومازال ان شاء الله تعالى الحياه غادي تبتسم لكم ومازال وليداتكم غيكبروا في من الاحضان ديالكم وتشوفوا ما يسركم ويسعدكم وإن شاء الله مكة والمدينة تناديكم إن شاء الله بحجة أو عمرة في القريب العاجل ومازال إن شاء الله الخير سوف يعم عليكم وعلى ذويكم. الله يكمل لكم الرجاء إن شاء الله تعالى. الله يكمل لك الرجاء ويحفظ لك الله تعالى. وليد أنت بلسم الجروح عمي. أنت ملي كنستمعوا حنا الإخوان البرنامج للإخوان المكفوفين كنسمعوا القصص ديال الناس كنساو قصصنا كل من هم وغم ومشاكل كتزول بإذن الله. والحمد لله تواصلنا مباشرة بعد زلزال مع السكين السلماوي هي مسكينة جات والحمد لله. هذا المنبر هذا الله يجعله بحال الزاوية يا رب. الحمد لله عمر شي واحد ما خسر خاطرنا وعمر شي واحد ما قلقنا وعمر شي واحد ما رد الباب في وجهنا. وهذه الحمد لله من الشهامة ديالكم ومن التربية ديالكم ومن الأخلاق ديالكم ومن السيد المدير الله يجازيه بألف خير. الله يحفظ ليه الدرية هو كما سمعنا عليه من أهل مراكش. أهل مراكش أهل الفضل. نسأل الله تعالى أن يوفقه ونسأل الله تعالى يجعل ليه القبول في الأرض وفي السماء. أن هذا الإذاعة هو المتنفس ديالنا. احنا ملي تشدت علينا الاحبال ولقيناكم عمي وبالكلام الطيب ومع الاخوان المكفوفين والمكفوفات احنا دابا انضمينا ولينا واحد الجروب سبحان الله العظيم اللي فيه اكثر من 72 واحد كيشرف عليهم السي جواد. كاين هذيك المحبه كاين الموده بين الاخوان كاين ذاك القران الكريم كتحس بالاخوان هذا كيضحك مع هذا هذا كيفوج على هذا. هذا الحمد لله هذا فضلا من الله واكراما. وكنتمناك عمي الله يجازيك بالف خير الله يتقبل منك صالح العمل. امثال الاسلامي في الاخراج لا تنسانا من دعائكم الصالح ونتشرف عليكم بواحد الدعاء اطلته في الكلام. اي نعم بشي واحد قراءه قصيره ودعاء نختم به ان شاء الله تعالى يا رب. بالخير والشفاء يا رحمن يا رحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة
خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. الله يرحمنا ويرحم موتانا ويشافينا ويعافينا الله تعالى. نوليد صغير دخل عندي هنا الله يحفظك الله, الله يحفظه الله ينبتو نبت حسنة. شكرا لك سي عبد الإله من بنقرير, سي عبد الإله من ذوي الاحتياجات الخاصة, ودائما نستفيد من كلامه الطيب ومن إيمانه ويقينه. ويكفي أن أول مبدأ بهذه المكالمة هو أنه رد الفعل لما وقع هذا الزلزال. أشنو رد الفعل الأول اللي وقع لمعظم الناس؟ هو أنهم ذاك يقولوا لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. وسبحان الله في الحديث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان عليه من عمل. ومن هو الخير, من هو الناجح الفالح؟ هو الذي ملي كيشوف الموت أمامه كتخرج منه كلمة لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله, عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل معكم أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المفتوح, ونحن نتحدث عن التداعيات التي خلفها هذا الزلزال المدمر والذي أنعش الحياة في القلوب, وتبين أن المغاربة وكأنهم ينظمون مسيرة خضراء مضفرة ثانية من خلال الحملات التضامنية ومن خلال التآزر والتعاون ومن خلال المساندة وتكاتف الجهود من طرف الجميع, ملكا وشعبا وحكومة وجمعيات مجتمع مدني. فهذا كله فيه بلسم للجروح وفيه هناء بعد هذه الشدة. نزيد ونتواصل معكم ونستقبل اللحظة مكالمة من الدار البيضاء. معنا الشريف مولاي عمر المريني العمراني, حياكم الله سيدي. السلام عليكم سيدي الدكتور, فضيلة سيدي الدكتور طيب قريبان, نشكركم سيدي على هذا البرنامج الشيق والعظيم في هذه الليلة ديال الجمعة, وكنشكر الطاقم التقني الإذاعي ديال ميد راديو الساهرون على هذا البرنامج وعلى برامج ديال الإذاعة ديال ميد راديو الذي الحمد لله في كل وقت لما تكون في المنبر المدياعي ديال ميد راديو نكون نستمع إليكم بالشياق وبذوق رفيع. لا إله إلا بارك الله, الله فيكم. سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله. نحن لازلنا يعني متأثرون تأثرا عميقا في قلوبنا وفي نفوسنا عن هذه الكارثة الطبيعية, هذا الزلزال سيدي الدكتور الذي وقع في هذا المغرب وفي هذا الأقاليم ديال الشيشاوة وديال الحوز وديال هذا الدواوير الذين تضرروا كثيرا, وهذه الوفيات وهذه الناس اللي صاروا إلى دار البقاء رحمة الله عليهم, وهذه الأسر ديال هذه الضحايا وديال هذه الأطفال وهذه الأيتام سيدي الدكتور. وهذا أمر الله, هذا أمر الله سيدي, والله رجع فواحد القضاء ديالو لطف كبير على المملكة المغربية الشريفة. لأنه سيدي الدكتور أنتم تعرفون ذلك وكل يعرف على أنه وإنما يقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وهذه الأيام سورة أواخر سورة ياسين فهي إنما تدل على أن الأمر كله لله تعالى وأمر الله ولا مرد لقضاء الله. خاصة هذا الزلزال جاءنا في هذا الظرف يا سيدي الدكتور مفاجئ, وجاء هذه الأقاليم, وهذه الأقاليم يعني حقيقة هؤلاء الأسر
يعني مشينا قلنا نقول باننا بتعبير ان انهم متضررون. الضرر احنا شفناه ضرر حاصل، ولكن بقوا فينا اولا على الهشاشه وعلى البناءات. يعني ما كاينش شي بناءات كانت متطوره، شي معمار متطور اللي يمكن له كان يمكن له يقلص لنا من هاد الضحايا ومن هاد الوفيات. وكان يعني شي بناء يعني من ناحية التعميرية مجهز ويعني أنه بناء، ولكن حنا كيبقى هذا أمر الله. الله سبحانه وتعالى أراد هؤلاء الناس، هؤلاء المغاربة المؤمنون الذين يؤمنون بقضاء الله وقدره، أن يكونوا شهداء وأن يكونوا بجواره وبجوار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن كان حقيقة سيدي الدكتور نتابع عن كتاب ونحن متألمون جدا، ولكنه سيدي الدكتور أدخل علينا واحد السكينة واحد الفرح واحد الطمأنينة شيئا الحمد لله لهذه الأسر. التعليمات ديال سيدنا جلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله، نصره الله وإيادة سيدي محمد السادس، الله يحفظه، الله يزيد في المدد دياله، الله يعونه، الله يخليه لنا بركة، الذي قام بأحسن وجه وبأحسن قيام، ويعني وعطى المغاربة أعطاهم لأنه هو الأب، والأب يعني الأب الأصيل ديال الشعب المغربي، يعني بكل صراحة أغمى المسؤولين وأغمى كل شيء، ولكنه أبان يعني واحد العمل ديالو اللي شرف عليه، يعني واحد شيء كبير، ويعني وقف على هاد الزلزال وعلى هاد الكارثة التي ألمت بنا في المملكة المغربية الشريفة. وحنا حتى حنا كنشكروا سيدي جزيل الشكر وكندعيو معاه صحيح في كل وقت وفي كل سجدة، والمغاربة يدعون معاه. هذا ملك الضعفاء، ملك الفقراء، هذا الأب الله يخليه لنا، الله يحفظه من أعين الناس، الله يحفظه من الحاسدين، الله يبعد عليه الضرر، الله سبحانه وتعالى يعطيه شي قوة جسمانية، شي قوة جسمانية مع عند سيدي ربي ومع عند جدو بالبركة ديال جدو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخاصة هذا الترأس ديالو ديال اليوم، لا في الجلسة ولا في الترأس ديالو اليوم أمام الحكومة، يعني حول التعليمات ديالو السامية، يعني من ناحية ديال البناء ديال المنازل والدور لهؤلاء الناس الذين أصبحوا في الجبال مساكن، هاد الأطفال وهاد الأيتام، وتكفل بهم. الله يجازيه عنا خيرا، الله سبحانه وتعالى يكون له وليا ونصيرا. احنا كنفرحوا وخا أننا متضررين ومتألمين وباقي الأنفس ديالنا يعني غير مطمئنة، ماشي يعني المغاربة كاملين خايفانين من الزلزال وخايفانين من الكوارث لأن عندهم الأطفال وعندهم، ولكن هاد الناس راهم هزوا علينا هاد الدقة سيدي. نسأل الله لا تعالى لا. أن يجعل الضحايا في عرصة جنته الفردوس الأعلى سيدي. اللهم الدكتور. أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، لا إله إلا الله. مولاي عمر، هاد المبادرات اللي شفناها الحمد لله في المغرب كله يعني تبشر بالخير، رغم هذا الوضعية المأساوية، ولكن استطاع الناس أن يرسموا واحد صورة جميلة وجذابة من خلال التضامن والتآزر وروح المبادرة. فالحمد لله، ربي يحيي القلوب من جديد، أعطانا واحد دفعة جديدة باش نشوفوا الصورة ديال المجتمع، بأن الحمد لله رغم الصورة كانت قاتمة ولكن بدأت تشرق وبدأت تزهر وبدأت تتلألأ من هذه المبادرات الحسنة ديال التضامن والتكافل. سيدي الدكتور، أولا المغاربة دائما كيكونوا متواجدون في أي كارثة وفي أي شيء، راه غير اللي كيطلب الدواء كيشيولو الدواء سيدي، هادشي معروف في المغاربة. المغاربة الله يعمر بهم، راه حنا كنشكروهم على الكرم ديالهم، راه إلا عنده غير قميص جاي يعطيها لك، إلا ما عندك شيء. راه حنا فرحانين بهذا التآزر وهذا العطايا وهادشي اللي قاموا به، راه شيء كبير جدا، وراه هادشي كله الدعم بالتعليمات ديال سيدنا الله ينصره اللي عطى التوجيهات ديالو، وهما كيبينوا وراء جلالة الملك. المغاربة سيدي الدكتور كيحبوا جلالة الملك لأن هذا ملك عطوف، هذا شوف هذا واحد الإنسان، رجل الخير ورجل ديال خصنا نكونوا واقفين معاه في أي شيء نكونوا واقفين معاه. أما من ناحية ديال هذا العطايا وهذا الشيء ديال اللي جمعوا الحوايج وهذه الشاحنات،
يعني في المملكة المغربية الشريفة يعني الحمد لله الناس راه قايمين بهالشيء بواحد القيم وبواحد الفرح، عسى ان يدخل الفرح والسرور على هؤلاء الاطفال الايتام وهاد الناس اللي باقين على قيد الحياه في هاد الدواوير وفي هاد الاقاليم اللي وقع فيها هاد الضرر. والحمد لله التأجر كلشي ساهم وباقي الناس كيساهموا في الصندوق ديال 126 ديال هاد الرقم المبارك ديال البنك المغرب كيمشيو يساهموا. اليوم راه كنعرف عدد الناس في الدار البيضاء، عدد الناس يعني مساكن اللي هما هشين ومشاو ساهموا بشي بركه سبحان الله، وخاصه لا الاغنياء ولا الضعفاء، جميع الطبقيه سيدي الدكتور ساهموا سبحان الله. وعاد الناس اللي دابا باقين دابا حاليا في بنجديه ولاد زيان وبالمسيك وفي المدينه القديمه، وعاد شوف دابا واحد الشاحنه في تطوان كيعمروا الناس الاغطيه وكيعمروا الخيام وكيعمروا الملابس والادويه، حتى الشركات ديال الادويه هما الله يجازيهم ساهموا واحد المساهمه كبيره، والمغاربه من كبيرهم الى صغيرهم جميع الطبقه. تالي ما عندوش مسكين مشى كيوقف بيدو كيساهم الصحيحه ديالو كيهز ديك الكواش وكيهز الطحين وكيهز مساكن، لانه حسوا بواحد يعني حسوا بواحد الالم كبير واحد الألم كبير، خاصة أنهم لم يكونوا يتصوروا أن هذا الزلزال الكارثي سوف يلوم بالمغرب. وهنقول لك سيدي الدكتور حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل من العينين ديال الأعداء. راه عندنا الأعداء، المغرب محسودة سيدي الدكتور، لا إله إلا وهذا القرآن وهذا السلك التي كتخرج في المملكة المغربية الشريفة راه يعني الحمد لله حسن حصين، وهاد الزوايا الله يجازيهم راه كيخرجوا اللطيف وكيخرجوا الاذكار وكيخرجوا الاوراد والصلاه على النبي، ويعني دائما يتذكرون الله ورسول الله الزوايا. والمساجد كذلك هي قائمه بروحها وبربانيتها، الحمد لله الفقهاء متواجدون بالدعاء في كل وقت، يعني ماشي غير ميوقع الزلزال، اما دابا ميوقع الزلزال راه كيبقاو الناس المؤمنين صلاح كيبقاو حتى الفجر سبحان الله، خاصه كيعملوا الدعاء ديال الثلث من الليله سيدي الدكتور، لا إله يعني الله. في الجبال وفي جميع المناطق ديال المملكه المغربيه الشريفه، ولله الحمد بقي النيه وحنا الحمد لله فرحانين، عسى الله تعالى ان ينزل علينا الغيث ان شاء الله، ان يكون غيثا نافعا ان شاء الله يا رب، وان يا يكون المطر ان شاء الله مطر نفع ماشي مطار الكاريتي. يجينا ربي ومن العينين ديال الحساد، راه المغرب محسود، ولكن الحمد لله المغرب فيه اهل الله، فيه الصالحين، فيه العلماء، فيه الفقهاء، فيه الائمه، فيه الذاكرون الله، فيه المكثرون بالصلاه على مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والحمد لله والشكر لله لا في جميع المساجد ولا الزوايا، وخاصة في المنازل سيدي الدكتور. نعم. باقي المغاربة متشبتين كيحيوا الليالي بالذكر وبالصلاة على النبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله هذه واحد الكرامة عظيمة. نعم. والحمد لله حنا فرحانين بها الحمد لله. سي مولاي عمر، هو هادشي ديال التأجر. نعم. هادشي ديال التأجر معروف على المغاربة منذ القديم، وهما دائما ملي كتكون شي لمه ولا كتكون شي حاجه دائما كتلقاهم متواجدين. حنا كنشوفوا غير في الاحياء الشعبيه ملي كيتوفى شي واحد راه كيديروا المغاربه داك الشيء اللي ما كيتصورش. حقيقه انا كنقولها دائما في قلبي، هاد الشعب راه غني، راه شوف اسيدي الدكتور غني، عرفتي باش غني؟ غني يعني القلب ديال القلوب ديال المغاربه كلها غانيه بالزهد وغانيه بالعطاء، إلا ما صب ما يعطيك يعطيك كلمة طيبة سبحان الله. الله يجازيهم عنا خيرا، رجالا ونساء. كشي دابا العيالات شنو عاملين؟ مساكن واقفين، والبنات واحد الشيء البنات مشاو بيدهم لتما لذاك المناطق ديال الزلزال بدون خوف، بدون خوف أو شي حاجة، ومشاو دبروا على السيارات ومشاو لتما وداو الأغطية وداو المسائل المواد الغذائية. الحمد لله حنا كنسمعوا دابا نسبعين بأن المواد الغذائية متواجدة وباقي المغاربة كيصيفطوا، ودابا راه واحد العدد ديال الشاحنات كاينة في الدار البيضاء غادي تقلع اليوم، غادي يديو هادشي ديال الخيام وديال الأغطية وهادشي اللي كيحتاجوا، لأن كاينة بعض الدواوير باقي ما وصلهم هادشي هذا. نعم. راهم خدامين. وكنشكر سيدي الدكتور عاوتاني، يعني من الواجب ديالنا الوطني السلطات المحلية سيدي الدكتور. نعم. واقفة وخدامين ومأمنين. نهار اللي وقع الزلزال
وهذه القوة المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والأعوان السلطة وكلهم مجندين تما في ذلك المناطق خدامين ليلا ونهارا. نطلب الله تعالى أن يعينهم على العمل الخالص الصادق وأن يحفظهم من آفات هذا الزلزال سيدي. والحمد لله المغرب ديالنا دائما الحمد لله سيدي الدكتور معمرو ادخر أو قلص أو ما عمل شيء مع أي دولة كيكون متدخل. أي دولة سيدنا الله ينصره هو اللي يقول كيكون تسبق. الله يحفظ محمد السادس كي صيفط مسكين الأدوية ويصيفط الطائرات العسكرية ما كيكون شي دولة وقع شي حاجة وخيكون هذيك الدولة وخل تكون عدو لنا وكي صيفط هو وما كيقول لك سيدنا الله يحفظه ما عنده تشي عدو الحمد لله. احنا ديال الجامع المغرب بلد الأمن بلد السلم بلد العطايا من ربي البرايا بلد العطايا المملكة المغربية الشريفة بلد العطايا من ربي البرايا وعمر المغاربة ما يتخصوا لا في الأكل ولا في الشرب غير دعيه تاني ما عنده شيء يدعي الله تعالى غيجيب له الله المغربي ويجيب له الله المؤمن اللي غادي يعطيه. أنت يا سيدي نعم سيدي رحنا واحد الشعب عندنا الكنز ديالنا سيدي الدكتور بترول ديالنا هو هاد المعاملة وهاد الجهد وهاد العمل وهاد الإحسان لأنهم كتلقاهم متضامنين في رمضان في عيد الأضحى في جميع الأعياد أي لما غد شي حد كينوضوا يجمعوا له ويشيولوا الدواء وخدتكم تكلفة باش ما كانت وكيقوموا بها الله يجزيهم. عندنا المحسنين في مستوى كبير الحمد لله المغرب في هذا المجال هذا وعاوتاني كيبقى عاوتاني واحد الدور ديال هذه الحكومة ديالنا المحترمة راه هي قايمة بالواجب ديالها واللي ولله الحمد احنا كندعيو معاهم لانهم تابعين تاهما التوجهات ديال سيدنا الله يحفظه وحنا الحمد لله المغاربه دائما كان عندنا واحد المحبه بيناتنا ملي كيوقع شي حاجه ديال شي كارثه او ديال شي شيء ماشي هو هذاك المغاربه كالبنياني المرصوص يشدوا بعضه بعضا ولله الحمد يشدوا بعضه بعضا والحمد لله على الكرامه ونتمنى الله تعالى يحد الباس سيدي الدكتور يا رب من هذا الزلزال ويعطينا المطار النافع ان شاء الله ويحفظنا من العينين فسيكفيكهم الله السميع العليم هذو اللي هما حاسديننا وتابعيننا الله سبحانه وتعالى شوف سيدي الدكتور نعم ولي خبير بما تعملون ومطلع عليهم المغرب ما كيكد لهم حتى شي حاجه راه الابواب ديال المغرب مفتوحه وسيدنا الله ينصرو شحال ديال الخطابات عطى رسائل قويه قال لك حنايا الحمد لله عمرنا ما ناديو الجيران وعمرنا ما ناديو شي واحد وخصهم يدعوا لنا ويترحموا لنا على هاد الناس ماشي نتشفاو ما خصناش نتشفاو لانه الانسان ما كيعرفش راسو شنو غادي يوقع له سيدي اي نعم الانسان راه في هذه الدنيا يطلب السلم والامان والمغرب ديالنا منصور والصحراء مغربيه وربي ناصرنا وسيدي محمد السادس غيطول الله في العمر ديالو انا كنقول لك النبي كيقول داويو مرضاكم بالصدقات سيدي محمد السادس راه مرضي عنده رضا الله وعنده رضا ديال البيت وعنده رضا ديال اهل الله الصالحين وعنده رضا ديال حملات القران وعنده الدعاء في كل وقت وفي كل مسجد وفي كل زاوية وفي كل ضريح يدعون له بطول العمر وبالصحة والعافية ويحفظ الله الولي العهد مولاي الحسن يحفظنا في الأسرة العلوية الشريفة لجمع هاد الشمل جمع هاد الشمل والحمد لله ما يعني ما كيقصروش مع المغاربة ما كيكون عندهم شي مشكل دائما كتلقى سيدنا كيتدخل وكيحل المشاكل الله يحفظنا والله ينصروا على الأعداء ويخليه لنا ربي بركة في هاد المملكة المغربية الشريفة ويحفظنا في المغاربة ديالنا يا رب المغاربة ديالنا مساكن المحسنين اللي هما دابا قابطين الطرقان وماشيين لديك المناطق مساكن وسامحين الشغالات ديالهم وعندهم جاهم الموسم الدراسي وماشيين يعني العيالات كبار والبنات والنساء باش يقدموا المساعدات ويدخلوا الفرح والسرور على هاد الاطفال وعلى هاد الايتام اللي توفوا لهم الاباء ديالهم وتوفوا لهم الامهات ديالهم باش لان علاش حنا اسره واحده عائله واحده سيدي الدكتور لا اله الا الله انت سيدي لا اله الا الله هما قبطوا الطريقة سيدي وماشيين والله يجازي هاد المحسنين اللي كيجمعوا هاد الخيرات ويجعل لهم هاد الشيء في ميزان الحسنات ديالهم اللهم امين يا رب اللهم امين وحنا ان شاء الله سيدي الدكتور غادي نحيوا غدا واحد الحفل ديال الترحم نعم الترحم عدد ديال الناس في هذه الليله ديال الجمعه دابا الاسبوع مر على الحدث مجموعه ديال الجهات من اهل القران واهل الذكر واهل الصلاح واهل الفلاح كينظموا هذه الجلسات ديال الترحم انتم مولاي عمر في هذا الترحم كيفاش غادي يكون باذن الله
حنا غنعملوا غدا ان شاء الله ترحم في الزاويه الحقيقيه الشاذليه الدقاويه بجهات الدار البيضاء الستات اللي موجوده عندنا هنا في المدينه القديمه. غادي نعملوا حفل ترحم اولا بالسلك ثم قراءه القران العظيم لترحم على هؤلاء الضحايا ديال هذا الزلزال وديال هذه الكارثه. وان شاء الله تعالى مي غنقراو القران ونختموا القران غنرفعوا لهم صالح الدعاء وغادي نخرجوا اللطيف الاكبر اللطيف الاعظم حصنا على المملكه المغربيه وحصنا على جميع المغاربه حضورا وذهابا وايابا لان الدعاء سيدي الدكتور ديال الغيب دائما ان يستجاب له. دعاء الغيب دائما يكون في المقام ديال الاستجابه والحمد لله. ثم غادي نعملوا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وغنعملوا لهم صدقه ان شاء الله ديال الطعام لهذ المطالب اللي غيكونوا عندنا ديال الفقهاء وغيكونوا العلماء والساده الذاكرون الله والمادحون والاشراف. حنا كنا كلهم استدعيناهم باش يحضروا ان شاء الله في الزاويه الحقيقيه بالدار البيضاء ان شاء الله من اجل الترحم وغنعملوا هذه الصدقه لله غنعملوها لوجه الله توصل لهم بالرحمه والمغفره لهؤلاء الضحايا. واسال الله تعالى ان يجازي الجمعيه ديالنا ديال التلاميذ ديال قدماء التلاميذ البيضاويين التي يتراسها الشريف الجليل الحاج التهامي بن ناصر الذي دائما يدعم الزاويه ويدعم الفقراء كيوقف على الفقراء بيده راهم الله يجازيهم عملوا يدهم معنا وتا هما واقفين وغيكونوا حاضرين معنا لان الزاويه متواجده في المدينه القديمه وهما من الارث ديال الاعيان ديال الدار البيضاء. جازاهم الله عنا خيرا هذه الجمعيه ديال قدماء التلاميذ البيضاويين وان شاء الله غيكون بعض الناس من المجتمع المدني غادي يحضروا معنا. هادشي سيدي الدكتور غنبداو ان شاء الله نصليو بعد صلاه الظهر ديال الجمعه غادي ينطلق ان شاء الله الحفل ان شاء الله ماشي كل حفل مبارك. نعم. بعون الله وتوفيقه. نعم بغيناك مولاي عمر الوقت ضاق بنا بغينا في الختام ديال هذه الحلقه المباركه وحنا في ليله الجمعه وهذا وقت متاخر من الليل لعله ساعه اجابه بغينا واحد دعوه ديال الترحم على هؤلاء الضحايا والشهداء وعلى البلد الامين وعلى كل المستمعين دعوه بالرحمه والمغفره والتواب. تدارك نبي اللطف خافي يا ربنا فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا أغيثنا أغيثنا يا لطيف بخلقه إيدانا زل القضاء هو يتبعه اللطف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا يا لطيف الصنع من كلما دهم الأمر جل ما دهم يا غياث المستغي تين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم أنفس الأمر على إنا سرعة إنما الأمر على إنا عظما أوستجيب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء وسألنا لطف منك عجلا يا عظيما أنت رب العظماء لك يا ربي مددنا كفنا لا تخيب قصدنا يا مولانا
لك يا ربي شكاونا ضغناهم لا تخيب سعينا يا ذا الجلال. بسم الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللهم يا مولانا اجعل هؤلاء الضحايا ديال هذا الزلزال ودير هذه الكارثة الطبيعية اجعلهم يا ربي اجعلهم في المقام الأعلى والمقام الأسمى. اللهم يا مولانا اجعل القرآن العظيم هدية ورحمة إلى أرواحهم الطاهرة. اللهم يا ربي لا تحرمنا عشرهم ولا تسنا بعدهم. اللهم إنك تعلم أنهم ماتوا وسقطوا شهداء في هذا الزلزال فاجعلهم يا ربي من أهل الجنة يا ربي اجعلهم من أهل الجنة يا ربي استجب دعاء الطلبة ودعاء العلماء ودعاء الصلاح ودعاء الصالحين والذاكرون الله ودعاء كل من يدعو بالرحمة لهؤلاء الشهداء. اجعلهم يا مولانا بجوارك واجعلهم يا مولانا بجوار الشهداء الأبرار بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجعل اللهم يا مولانا هذه الليلة ديال الجمعة هدية ورحمة إلى أرواحهم الطاهرة. اللهم يا مولانا أتقل ميزانهم حسنات وطهرهم يا ربي من السيئات واجعلهم يا مولانا بجوار سيدنا المصطفى المشتبى المشتبى مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ربي هؤلاء الأطفال هؤلاء الأيتام هؤلاء الأيتام وهؤلاء الناس اللي ماتوا كاملين وخلوا هؤلاء الأرواح يا ربي احفظهم في صحتهم يا ربي والطف بهم يا ربي اجعل الألطاف الخفية تكون معهم. اللهم يا مولانا احفظنا في هؤلاء الأسر الذين صاروا حيين يا ربي عاون يا مولانا بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين القوات ديالنا التي تقوم بإخراج هؤلاء الضحايا يا ربي عاونهم يا ربي ارزقهم الصحة والعافية واحفظهم يا مولانا من الآفات يا ربي نجي المغرب ديالنا من الكوارث يا ربي نجي المغرب ديالنا من الآفات يا ربي احفظ المغرب ديالنا من الأعداء وكيد الكائدين وكيد المتآمرين واحفظنا يا ربي من كل عين شرة ولمة يا ربي احفظ المملكة المغربية ديالنا الشريفة أرضا وجوا وبحرا وجازي عنا المحسنين والمحسنات يا ربي هاد الناس اللي وقفوا وهاد الناس اللي ساهموا وهاد الناس اللي دعموا وهاد الناس اللي عطوا المواد وعطوا الأفرشة وعطوا الأغطية وعطوا الشاحنات واللي خدموا واللي وقفين واللي وصلوا هاد الشهادة لهاد الأقاليم وباقي كيوصلوا الله يعاونهم الله يجازيهم الله يثقل ميزان ديالهم حسنات الله يجعلهم هادشي في ميزان القبول عند الله. الله سبحانه وتعالى يكون لهم وليا ونصيرا يا ربي احفظهم من الآفات يا ربي خلف لهم هادشي يا ربي خلف لهم الأرزاق يا ربي وسع عليهم الأرزاق الله يجازي المحسنين ديالنا المغاربة الله يكثر عليهم الخير الله تعالى يحفظهم بالألطف الخفية الله يعطيهم خير الدنيا الله يعطيهم خير الدنيا وخير الآخرة يا ربي نجيهم من المصائب يا ربي وسع التجارة ديالهم يا ربي كثر عليهم الخيرات والضعفاء اللي وقفوا الله يعطيهم من عند سيدي ربي الله يجيب لي ينفق عليهم الله يمتعهم الصحة اللي عنده شي وحلة ولا عنده شي عقدة. اللهم يا مولانا فرج همه وفرج كربه واعطي لقلبه ما يتمنى واجعل هذه الليله ديال الجمعه المباركه عليهم ان تكون مفتاحا لكل خير لكل مغربي ومغربيه اللي مريض الله يشافيه اللي مريض المغاربه. اللهم يا مولانا اشفيه انت الشافي انت العافي انت الكافي اشفيه يا مولانا شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما وداويه يا ربي بدوائك
وأنزل يا مولانا عليه الدواء واحفظه من عضال الداء الذين يتألمون في المستشفيات. الله يرفع عليهم الضرار, الله يرفع عليهم الأمراض, الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الشفاء واجعل القرآن العظيم شفاء لهم. وارحم اللهم يا مولانا آباءنا ووالدينا وأجدادنا وأشياخنا, وارحم جميع أموات المسلمين قاطبة في المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب انصر ديننا المحمدي واجعل يا رب ختام عزه كما بودي. يا رب انصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بودي. احفظنا يا مولانا في أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس, الله يجازيه, الله يحفظه, الله يطول له في العمر, الله يشافيه, الله يعطيه خير على خير. الله يخليه لهذا المغرب, الله يحفظنا في الأسرة العلوية الشريفة, الله يحفظنا من المفسدين, الله يحفظنا من الحاسدين, الله يحفظ المغرب من الطامعين. واحفظ يا مولانا ولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن, أنبته اللهم يا ربي نبتا حسنا واحفظه في صحته وعافيته. وشد أزره جلالة الملك سيدي محمد السادس بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد. واحفظنا يا ربي, يا ربي احفظنا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وارحم يا ربي البطل المجاهد الذي حرر هذه البلاد مولانا محمد الخامس قدس الله روحه, وارحم جميع المقاومين وجميع المجاهدين الذين دفعوا على هذه الأرض. الله يجزيهم عن أحسن الجزاء واجعلهم يا مولانا منعمين في عرصة جنتك الفردوس الأعلى. وارحم اللهم يا مولانا مولانا الحسن الثاني واجعله يا ربي, يا ربي اجعله بجوار سيدنا المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا مولانا أمطر عليهم شآبيب الرحمة والغفران, وارحم جميع أموات المسلمين قاطبة. إنك يا الله على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير, أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصر. وبارك يا ربي في الإعلاميين والإذاعيين الذين يسهرون على هذا الزلزال وعلى هذا الكارثة وكيقوموا وكيوصلوا بالمذياع جميع القضايا والطلبات ديال هؤلاء الأيتام وديال ديال هاد الناس, كيوصلوا الأصوات ديالهم لجميع المغاربة بجميع القنوات المغربية. كنشكروهم جزاهم الله خيرا, الله يحفظهم الله يجازيهم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, اللطيف أم عند الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, اللطيف من عند الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك, شكرا عليه سلام الله. شكرا لك الشريف بولاي عمر المريني العمراني مقدم الزاوية الحراقية الدرقاوية الشاذلية بالدار البيضاء على هذه الدعوات وهذه الابتهالات. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم هالترحم اللي غتقوموا به غدا إن شاء الله في المقر ديالكم بحضور الأعيان والصلحاء والذاكرين والعلماء والطلبة وأهل القرآن وأهل الحديث. بارك الله فيكم وأصلحكم الله, ونطلب الله تعالى أن يختمنا وإياكم بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله, والحمد لله رب العالمين, إلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. السلام عليكم, لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.